بالمستجدات القانونية التي عرفها القانون اللي عرفها القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس القضائية السلطة القضائية، وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. طبعا نتحدث على هذا الشيء بتسهيل. الموضوع الثاني أو المداخلة الثانية التي سوف يتفضل بها السي شاكر فتوح القاضي الملحق بالمجلس على السلطة القضائية سيتناول فيها منجزات المجلس على السلطة القضائية خلال هذه السنة، خلال السنة الماضية. نحاول من هذه العروض لتقريب المواطن أو الزائر المعرض من مجال العمل ديال المجلس على السلطة القضائية، وكذلك المنجزات ديالو وما قام به خلال هذه السنوات الأخيرة. إذن على بركة الله سوف نبدأ نشرعه في الموضوع الأول، وهو الموضوع المتعلق بالمستجدات القانونية اللي عرفتها القوانين. إذا كان دستور 2011 قد أحدث سلطة قضائية جديدة، فإن البناء المؤسساتي لدى السلطة قد تم بمقتضى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس على السلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 6 أبريل 2017. 6 أبريل 2017 هو اليوم الذي تفضل به سيدنا المنصور بالله واستقبل أعضاء المجلس على السلطة القضائية في ولايتهم الأولى. المجلس على السلطة القضائية منذ 2017 وهو يشتغل، وهذه المرحلة كانت كافية، هي كانت مرحلة تأسيسية بامتياز تعبأ لها المجلس بكامل مكوناته، وكانت كافية لتفعيل مضامين ومقتضيات القانونين التنظيميين اللي كنتحدثوا عليهم بكل المقومات التي يمكن الاطلاع بدورها كاملا في حماية الحقوق وحرية المواطنين وضمان أمنهم القانوني والقضائي. كانت هذه المدة كافية لكشف العديد من مكامن النقص والقصور الناتجين عن إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات أو عن تعقيدي بعض المساطر أو اختلاف الرؤى في التعاطي مع مجموعة من القضايا والإشكالات على أصيام فهم إدارة القضايا بالمحاكم والجهة التي يتعين تتولاها، وهي عوامل أثرت سلبا على نجاعة وفعالية الأداء وتسبب في تأخير ملحوظ في تدبير بعض الوضعيات وإهمال تتبع ومراقبة بعض المهام القضائية نتيجة عدم تنظيمها ومعالجتها في صلب القانون واختلاف الرؤى بشأنها. لذلك فإنه بناء على التقييم الذي أجراه المجلس على السلطة القضائية لولايته الأولى وما وقف عليه من معيقات ومكان القصور التي تحول دولة السريع وطيرة الأداء وتحد من الفعالية المنشودة، واعتبارا لم تضمنه مخطط استراتيجي ديال 21-26 بشأن تنزيل الرؤية الملكية السامية لإصلاح القضاء وتخليقه وعدم ودعم استقلاله والمساهمة في تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتنزيلا لمضمان قرار المجلس الدستوري الصادر خلال شهر مارس 2019 بمناسبة بثه في قانون متعلق بالتنظيم القضائي. بناء على كل هذه المرتكزات سعى المجلس في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى فتح ورش لمراجعة بعض المقتضيات القانونية. نمر بسرعة إلى المستجدات التي عرفها القانونين معا. أولا بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس على السلطة القضائية، المستجدات التي أتى بها القانون هي سوف أسردها عليكم بتتابع. أولا فيما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس على السلطة القضائية، يتولى الأمين العام للمجلس مهمتين أساسيتين، فمن جهة أولى هو يعتبر كاتبا للمجلس يتولى إعداد وتحضير اجتماعاته وتدوين ما يروج فيها من مناقشات ومداولات في محاضر رسمية، ويسهر على تنفيذ المقررات المتخذة من طرفه. ومن جهة ثانية يعتبر مسؤولا عن إدارة المجلس، وهذه المهام الجسيمة التي يتولاها الأمين العام تتطلب منه جهدا كبيرا للقيام بها على الوجه الأكبر والأمثل.
لهذا مسدات اللي جاء بها القانون فيما يخص مؤسسة الأمين العام للمجلس السلطة القضائية هي أولا إحداث منصب مساعد للأمين العام للمجلس. هذا الأمين العام يعير من طرف الرئيس المتدين بين القضاة ذوي الخبرة المرتبة في الدرجة الأولى على الأقل أو بالأطر العليا اللي كتشتغل في بالمجلس، وتتمم مهمته في مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر بما عليه. ثانيا منح الصلاحية للرئيس المنتدب لتعيين أحد القضاة العاملين بالمجلس كاتبا له يحضر الاجتماعات ويتولى تحليل المحاضر الجلسات والمداولات ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس والقيام بمهام الأمين العام المرتبطة باجتماعات المجلس في حالة غيابه. كما تلاحظون أن المهمة التي كانت عند الأمين العام للمجلس السلطة القضائية توزعت ما بينه وبين مساعد الأمين العام وكاتب المجلس. المسألة الثالثة أنه منح الصلاحية للرئيس المتدرب لتعيين تقنيين مختصين يستعينوا بالمجلس في اجتماعاته، وهي خاصة في الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة، لأن حضورها وأن حضور هؤلاء لا يطرح أي إشكال بالنسبة لموضوع السر المهني، على اعتبار أنه جميع العاملين بالمجلس هم ملزمون بكتمان السر على جميع المعلومات التي يرونها وجميع المستندات التي يطالعون عليها طيلة مدة عام من المجلس، وهكذا ويبقون ملزمين بهذا السر حتى بعد مغادرات المجلس. ثانيا فيما يتعلق بالتنظيم الهيكلي، يضع المجلس في القانون في مكتب المقل ان المجلس على السلطه القضائيه كيوضع واحد النظام ديالو داخلي باش كيشتغل، وهذا النظام الداخلي ما بدا كيشتغل به المجلس حتى اقرته المحكمه الدستوريه، وكان هذا المجلس كان هذا النظام التنظيم الداخلي ديال المجلس كان يضم جانب متعلق بالتنظيم الهيكلي لاداره المجلس. الان وفقا للمستجدات كان لزاما من مراجعة هذا التنظيم الداخلي.